خلي بالك، اوعى اياك تتخيل ان باب الجماعات المتطرفه والافكار المتطرفه اتقفل، واوعى برضو تتخيل انه حاله الضعف والفضيحه والفشل اللي فيها جماعه الاخوان دلوقتي معناها ان الجماعه انتهت. دول تعابين، واي تعبان في الدنيا لو قفلت له جحر هيطلع لك من فتحه الجحر التاني. هو هدفه في الاساس حاجه واحده بس، هدفه انه يصطاد ويرجع يصطاد تاني في عقول ولادك وشبابك، لان قاعدته العريضه هي فكره التجنيد. والتجنيد عند الجماعات المتطرفة أو جماعة الإخوان عامل زي الحرباية، متلون كل شوية بياخد لون غير التاني. ممكن يجي من أصغر حاجة، ممكن يجي من لعبة فيديو جيم، ممكن يجي من صفحة على فيسبوك، ممكن يجي من بوست، ممكن يجي في قاعدة من قاعدة في نادي، ممكن يجي من كتاب مرمي على الرصيف. أي حاجة ممكن يستخدمها الإخوان علشان يلعبوا بيها في عقل لولادنا. والحدوتة بدأ من زمان بالشكل ده. زمان بدأ معاك من المساجد، يروح بنفس اللغة البشوشة والابتسامة اللطيفة ويكلمك على مجد الإسلام وعزة الإسلام، وانت تقدر تكون صلاح الدين الأيوبي، وانت تقدر تكون خالد بن وليد، ويدي في دماغك انطباعات انك قادر على إنقاذ هذه الأمة، فبالتالي لازم تروح وسط الجماعة اللي هتخليك صلاح الدين الأيوبي. بعد شوية تطور الموضوع لشكل أكثر نفعية، انه تعالى يلا نعمل جمعية خيرية، وتسيبهم يعملوا جمعيات خيرية بالراحة زي ما هم عاوزين، فيبقى في ايديهم الفلوس اللي بتساعد الناس وبتأكل الناس وبتشرب الناس، فبالتالي سهل التأثير عليهم. طول الوقت العملية دي بتتطور من أول شيوخ الميكروباصات والكاسيتات اللي كانت موجودة، والشرايط اللي طول الوقت كانت موجودة كلها فجأة، وكأن الدين عبارة عن عذاب قبر والثعبان الأقرع، وطول الوقت عاوز يخوفك علشان تعرف إنه الرمز الوحيد أو الشخص الوحيد اللي تسمع كلامه هو رجل الدين ده اللي منتمي للجماعة دي. أساليب التجنيد طول الوقت بتختلف وتتغير مع تغير الزمن، زي ما هو زمان كان بيلعب لك لعبة المسجد، بعد كده لعب لك لعبة المستوصف، بعد كده كان في عندك حاجات صغيرة بتظن إن هي عادية، بس هي في نفس الوقت كانت مفرخة للتجنيد أو صنارة بيصطاد بيها عقول الشباب الصغير، من أول الحملات اللي كانت بتعمل في الجامعات لحد الفرشة اللي فيها سواك ومصليات وسبح وكتب صغيرة أنت بتظن إن هي كتب أذكار، هي مطبوعة في مطابع غير معروفة ومطابع مجهولة، ووقتها كانت الدنيا بتتساب أي حد يكتب أي حاجة. تفتح الكتاب من هنا تقرأ أفكار سيد قطب منتشرة في هذه الكتب. واحدة من هذه الفرشات بسببها اتولد إرهابي كبير جدا هو عادل حبارة. فطول الوقت خلي بالك، حط عينك على ولادك، لأن أي شيء، أي مادة، أي مدخل، أي مخرج ممكن تطل منه راس الأفعى المسمى بالخطاب المتطرف أو جماعة الإخوان، علشان ما يكونش ده مصيرهم. موت اللي تقدر عليه تموت. دول كفرة، إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم. اللي هيرشها بالمية هرشه بالدم. هذه الجموع ستنفجر فيكم، هيكون في دماء، هيكون في سيارات مفخخة. الدعوة صريحة للقتل. خلي بالك وخلي بالك.